صاحب الهدف الاول، نروح لصاحب الهدف الثاني اللاعب ياسين عاطف. ياسين مليون مبروك على البطوله، ومليون مبروك على الهدف واول بطوله ليه يعني هذا الموسم لفريق 2007. كنتوا رجاله النهارده وكنتوا على قدر المسؤوليه. الحمد لله طبعا على الهدف وعلى اسيست لبلال. كان ماتش صعب جدا من اول الماتش، واحنا عايزين نكسب، واحنا ضغطنا نفسنا من الاول، احنا عايزين نجيب جون، والحمد لله جبنا الاول والثاني والثالث. ياسين واحد من اللعيبه اللي اصبح مؤثر مع النادي الاهلي هذا الموسم، بتشارك باستمرار، نسبه التهديف عاليه، اعتقد السنه دي بالنسبه لك مختلفه ياسين. الحمد لله. طب انا اول ما جيت السنه اللي فاتت اتصبت، والسنه دي طبعا الحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. اهلا كابتن ياسين. سجلت الهدف بطريقه جميله الحمد لله، وخدنا البطوله الثالثه على التوالي الحمد لله. الثالثه على التوالي يا كابتن اسامه، بنشكر ياسين، ونروح بقى للثالثه او صاحب الهدف.